بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. يا من كلما نودي أجابا ويا من بجلاله ينتسب السحابا ويا من كلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطابا ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتابا وقربه وسماه حبيبا وأعتق بشفاعته الرقابا. لك الفضل المبين يا إلهي على عطاء من أنت به وضاعفت الثواب. خير ما نعيش معه ونستفتح به القرآن الكريم ومعنا من أعلام قراء القرآن الكريم اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الأستاذ الشيخ محمود الشحات محمد أنور ومعنا أيضا فضيلة القارئ الأستاذ الشيخ شحاتة محمد علي. وخير ما نفتتح به القرآن الكريم مع فضيلة القارئ الأستاذ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ والمقيم بالقاهرة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من أراد منكم الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن الكريم. صدقت سيدي يا رسول الله مع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا Thank you.
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا وما لهم من ناصرين.
وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. والله لا يحب الظالمين. ربنا ومكروا ومكر الله والله خير ربنا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا
ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه Thank you.
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى الله يكرمك. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم
الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك في فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تحاجون فيما ليس لكم به علم والله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا وما كان من المشركين ما كان إبراهيم وما كان من المشركين والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وما كان من المشركين. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. ما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين.
صدق الله العظيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. ايها الاخوة المسلمون عشنا سويا في رعابة تلاوة قرآنية مباركة والتي تلاها علينا أعلم من أعلام جمهورية مصر العربية وقارئ القرآن الكريم بتعاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الأستاذ والشيخ محمود الشعاد محمد أنور القارئ والمقيم بالقاهرة. أعوذ بالله.